للتسجيل على منحة الجامعة المحمدية المجانية للدراسة البكالوريوس والماجستير والدكتوراة في أندونيسيا للعام 2024، نفتح الرابط الخاص بالتقديم على المنحة. ومن الصفحة الرئيسية لموقع المنحة يمكننا معرفة المعلومات والمتطلبات الأساسية للتقديم على المنحة. ومن هنا نلاحظ أن المنحة لا تقبل سوى المستندات الملونة الممسوحة ضوئيا بصيغة البي دي اف، ونقدمها باللغة الإنجليزية. ومن أسفل الصفحة الرئيسية سنلاحظ أن المنحة متاحة لدراسة البكالوريوس والدراسات العليا. وللتسجيل في المنحة ننقر أيقونة قدم الآن. ومن هنا يمكن معرفة التخصصات المتعلقة بالبكالوريوس أولا، ومن ثم يمكننا معرفة التخصصات المتعلقة بالدراسات العليا من هنا. ومن أسفل هذه الصفحة يمكننا معرفة تفاصيل تحميل المستندات المطلوبة. ومن أجل التقديم في المنحة ننقر أيقونة تسجيل دخول ونقوم بالاشتراك من هنا. وبعدها ندخل إلى موقع المنحة الخاص بنا. سنلاحظ أن عملية التقديم في المنحة تمر بمرحلتين. في المرحلة الأولى ندخل معلوماتنا الشخصية، ثم ننتقل إلى المرحلة الثانية ونختار أحد البرنامج المتاح في المنحة. وهنا نملأ نموذج تقديم الطلب، ومن أعلى هذه الصفحة ندخل المعلومات الخاصة بجواز السفر، ثم ندخل المعلومات الأكاديمية الخاصة بنا من هنا. ومن أسفل هذه الصفحة نختار نوع البرنامج والكلية والتخصص المراد الالتحاق به. وبعد التأكد من جميع المعلومات المقدمة ننهي التقديم. حظا موفقا لجميع المتقدمين.